حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل إلى 71 دولارا و 32 سنتا، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارين وستة سنتات. وأغلق خام البصرة الخفيف على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل إلى 75 دولارا وعشرة سنتات، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية أيضا بلغت دولارا وتسعة سنتات. هذا وأغلق خام برنت على انخفاض بمقدار 92 سنتا ليصل إلى 74 دولارا وتسعة وتسعين سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارين واثنين وتسعين سنتا. فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض أيضا بمقدار 70 سنتا ليصل إلى 66 دولارا وأربعة وسبعين سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 69 دولارا وستة وعشرين سنتا. قال مصدر في مجلس محافظة الأنبار إن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سجل انخفاضا كبيرا في عمليات التبادل التجاري على الرغم من تأمين كافة الطرق المؤدية إلى المنفذ. وأضاف المصدر أن أسباب تدني واقع التبادل التجاري بين البلدين غير واضحة على الرغم من تأكيدات الجانب السعودي على زيادة التبادل التجاري والرغبة في دخول عشرات الشاحنات إلى منفذ عرعر خلال الفترة الحالية. لم تكف أسعار الغذاء عن القفز بالتضخم في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، حيث ينتظر أن يتجاوز المستوى المستهدف من قبل الحكومة في العام الحالي حيث حددته في 2%. وأكدت الحكومة في تقريرها عن مؤشر المستهلكين أن معدل التضخم قفز إلى أكثر من 10% في شهر شباط الماضي بعدما بلغ نحو 9% في شهر كانون الثاني الماضي. وعزت الحكومة مستوى التضخم المسجل في شباط إلى أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 20%، فيما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنحو 4%. أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة S&B Global تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال آذار الحالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 10 أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات. وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استنادا إلى استطلاع للشركات لأكثر من 54% بالمقارنة مع 52% في شباط، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي. ويشير رقم يزيد عن 50% إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير الانخفاض دون هذه العتبة إلى التراجع. رغم استمرار المخاوف من امتداد أزمة البنوك إلى مؤسسات أخرى، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث تجاوزت قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة يوم الأربعاء، بينما تستمر الجهود لضبط أوضاع السيولة في القطاع المصرفي بالاقتصاد الأكبر في العالم. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات يوم الجمعة مرتفعا ب 41%. وأضاف مؤشر S&P 500 أكثر من نصف نقطة مئوية لقيمته، بينما اكتفى مؤشر ناسداك بارتفاع يقل عن ثلث النقطة المئوية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية والموجز الاقتصادي بأمان الله.